اتظلمنا في بينالتي النهارده يا كابتن. نعم؟ اتظلمنا في بينالتي النهارده. هو بص يا كابتن ايمن، احنا يعني بنتكلم كتحكيم، والتحليل الفني طبعا ليكوا كله وليكوا كل التقدير في التحليل الفني، ولكن بنتكلم تحكيم. لا، النهارده الحكم يا كابتن عمل كل حاجه خطا. عمل كل حاجه ايه؟ كل حاجه خطأ، يعني كل قرارات تحكيميه خاطئه النهارده في المباراه. هنجيب الحالات ونشوف، والكلام ده مش كلامي، ده كلام كل المحللين اللي شافوا المباراه النهارده يا كابتن ايمن. الحكم والفار على فكره، مش حكم بس. صح. انا النهارده اديني حقي ومالكش دعوه بالاداء. صح. يعني بنتكلم النهارده يا كابتن في الدقيقه 6. اولا انا حزين النهارده على الحكم سيمون، النهارده هو افضل حكم في العالم النهارده، مش مركز، اخطاء تحكيميه، عمل كل حاجه، كل الاخطاء التحكيميه عملها النهارده هو وحكم الفار على فكره. أيوه. ولما تيجي الدقيقه 68 او الدقيقه 6 الاول، ركله جزاء للكهرباء مفيش فيها هزار. يعني هو النهارده لو ما حسبش معاك الفار، وللاسف الفار شخصيه الفار النهارده الحكم اقوى من الفار. في ركلتين الجزاء مظبوط الحكم اقوى من الفار النهارده يا كابتن نعيم. ولما نشوف لعبه كهرباء، لا دي مفيش فيها هزار. بينالتي. صح. القفز والدفع وكل حاجه، ما الراجل جاي من ورا، ده بص وش الراجل كمان وهو داخل على الكوره، عنده فرصه لعب الكوره كابتن بلال، ما عندوش فرصه، هو جاي من مسافه كمان على فكره، لو معاه الماتيريال هو جاي من مسافه، اولا ما عندوش فرصه لعب الكوره، كهربا هو اللي اقرب للكوره، طلع دفع بايديه ودفع بالظهر، والمخالفه واضحه جدا جدا. صحيح. طب انت ما حسبتش، والفار فين؟ صح. الحكم النهارده والفار يا كابتن مش موجودين بامانه. دي دقيقه 6 بنقول دي ركله جزاء لو تم احتسابها وجي منها هدف، النتيجه كانت اتغيرت طبعا. عشان كده بقول لك النهارده قرارات الحكم اثرت في نتيجه المباراه.